ومن محافظة الجيزة إلى محافظة مطروح، حيث افتتح محافظ مطروح خالد شعيب معرض أهلا رمضان الثالث بمنطقة عالم الروم، استمرارا لفتح مزيد من المعارض لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تخفيض تصل إلى 20%، وذلك للتخفيف عن المواطنين استعدادا لحلول الشهر الكريم. وتفقد المحافظ منتجات المعرض من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها وأسعارها المنخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق. وشدد المحافظ على ضرورة توافر كافة السلع واللحوم الطازجة بجودة عالية وبأسعار مخفضة. وده السوق اللي احنا وعدنا بيه في منطقه عالم الروم، نظرا لتواجد الكثافه السكانيه عاليه هنا في المنطقه. افتتحنا معرض اهل رمضان خاص بالسلع الغذائيه والخضر والفواكه في نفس المكان باسعار يعني تقل عن مثيلاتها 20% من الخارج، وده تحت رقابه من ديوان عام المحافظه والتفتيش المالي والاداري، ولينا مندوب متواجد داخل هذا السوق ومقارنه أصحابته يومية خارج السوق بكام وداخل السوق بكام، وبنعتمدها وبنشوفها وبنراجعها مع كل أهالينا.